يتقبل كبار وصغار. خليه بن زايد يا عيالي. بن زايد؟ نعم. آمين يا رب العالمين وربنا يفكنا من الشر. آمين آمين إن شاء الله. والله يا عيالي يلا يا هاي العشرين سنة على كثر هالقوم في وين أمر الشيخ بن زايد يعني قدم له الشكر أنا لما وصلت عمري 14 شي 15 حصلت على فرصة أدخل في الجيش البريطاني. زايد كان الاحترام عند بريطانيا عند القواد البريطانية. زايد كانت عرقلة قدامها قبل ما يطلع بريطانيا يعني باستشارة بريطانيا طبعا ما يطلعها بالقوة لا والله بريطانيا نحن ما ضرتنا نورت علينا وساعدتنا ووقفت عندنا زين كمل الإمارة على أحسن وجه طبعا من باطن عنده رأي آخر وهو نظرته للاتحاد تسمع لأجل يستقل من بريطانيا. السلام عليكم. طلع مرسوم مطار أبو ظبي وطلع مراسم كثيرة اللي هي البنية التحتية لإمارة أبو ظبي من بيوت من شوارع من قوانين من أمور كثيرة تعجب اللي بعير مو آدمي يعني حتى البعير حط له قانون البعير والجمل والدبش وال زايد ما خلى شيء ما كمله واليوم نحن الحمد لله نتحلى نحن كإماراتيين فخورين بهذا الحكم وبهذه الدولة وبهذه العائلة من محمد ومحمد الله يطول لي أعمارهم وإخوانهم الكرام أبناء الإمارات كلها حكام الإمارات اليوم أصبحنا أخوان أصبحنا نتعاون بالكبيرة والصغيرة أنا الحين متزوج من الشارجة